طب هدف هل قاتل. لسه برضه في فرصه لتدارك الامور؟ احنا عندنا لسه 4 مباريات في دور المجموعات، عندنا سان داونز في جنوب افريقيا، وعندنا الهلال والمريخ في القاهره، فإلى اي مدى برضه لسه في عندنا فرصه ان احنا نتدارك اللي حصل قبل كده ونضمن الصعود والتاهل للمرحله القادمه؟ اكيد اكيد يا كريم، ده درس من الدروس المستفاده لينا كلنا، لمستر موسيماني، للعيبه، لجماهير النادي الاهلي، لطرق اللعب، للتركيز والمتابعه، ومحاوله ان انا اشوف كل فرقه من الناحيه الدفاعيه، من الناحيه الهجوميه، الثغرات اللي موجوده عليها. لو احنا رجعنا للسنه اللي فاتت واللي قبلها برضك، بدانا البدايه ما كانتش مطمئنه. يعني هو النادي الاهلي تمام ليه يحطنا في مواقف كده، في شويه تخبط كده بالظبط، وبعد كده بيرجع طبعا للحاله الطبيعيه اللي موجوده عليه، وده بيحتاج تكاتف بشكل كبير جدا من اللعيبه، من الجهاز الفني، من الكبار بالذات الكباتن. في الازمات اللي بالشكل ده بتبان معدن لعيبه النادي الاهلي، شخصيه لعيبه النادي الاهلي. فالنهارده الشخصيه مطلوبه من ان احنا نتلم، لان مفيش وقت. انا بدات معاكم ان كل 3 ايام مباراه، ودي في منتهى الصعوبه طبعًا على الجهاز الفني واللعيبه. طبعا فمطلوب من اللعيبه دلوقتي افريقيا ودوري ومحلي بالظبط، يعني عندك كل 3 ايام هنلعب مباراتين، وبعدين هنبدا نسافر، وبعدين نرجع المريخ السوداني. يعني العمليه في منتهى الصعوبه. لكن عايز اقول لك ان دور اللعيبه هنا، اللعيبه الكبار لازم يبقى لهم دور كبير جدا مع مستر موسيماني، ان هم ازاي يجمعوا الفرقه، ازاي